الأهلي والزمالك. النهاردة سلة نادي الزمالك بتحقق فوز كبير جدا على النادي الأهلي. من فترة كبيرة لم تتفوق سلة نادي الزمالك على النادي الأهلي. النهاردة بيحقق الزمالك فوز على الأهلي بنتيجة 110-99، فرق 11 نقطة بين طبعا الفريقين. وأول خسارة لجوستي المدير الفني للنادي الأهلي منذ توليه المسؤولية ومنذ رحيله عن نادي الزمالك، وفي وجود محترف أجنبي لنادي الزمالك ظهر بشكل مميز جدا جدا وكان له دور كبير جدا في فوز الزمالك النهاردة بالمباراة على النادي الأهلي. معايا على التليفون الكابتن طارق سعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك. كابتن طارق برحب بيك ومبروك النهاردة، فوز كبير وفوز مهم، ويعود مرة تانية سلة نادي الزمالك إلى التوهج في دوري السوبر. بارك في حضرتك ومتشكر جدا على التهنئة، وبإذن الله يعني يكون الفوز دوت بداية لعودة البطولات بإذن الله لنادي الزمالك تاني للقلعة البيضاء. كابتن طارق، يعني اختفاء نادي الزمالك خلال الفترة اللي فاتت على سواء المنافسة بالنسبة في الحصول على البطولات أو الفوز على النادي الأهلي، ومن المعروف أو من دايما يعني جماهير نادي الزمالك او انتوا دايما تقولوا ان انتوا ملوك الصالات، ايه اسباب الاختفاء خلال الفتره اللي فاتت، وفي نفس الوقت ايه اللي انتوا هتعملوه خلال الفتره اللي جايه علشان او بتعملوه حاليا علشان مره تانية تعيدوا سله نادي الزمالك الى مكانتها الطبيعيه؟ والله هو الاسباب يعني مش اسباب معينه او نقدر نعددها في حلقه واحده حتى، يعني مش في مكالمه او مداخله، هي اسباب كتير تعددت، ممكن تراكمات كتير للاسف ادت للانهيار اللي حصل مؤخرا لفريق السله او لبعده. مش هنقول انهيار، هو ما انهارش بدليل الحمد لله ان احنا رجعنا بالفريق تاني، بس هنقول للكبوات اللي حصلت له مؤخرا الكام سنه اللي فاتت بعد ما كنا حصلنا على بطولات دوري ووصلنا خدنا بطوله افريقيا او بطوله افريقيا برعايه الام بي اي في رواندا 2021، وكنا في قمه المجد، حصل بعد كده ضروب كبير جدا. ممكن نقول اسباب كتير، بس من ضمنها ممكن نقول الدنيا ما كانتش افضل حاجه، او الطريق السليم ما كانش متبع، اللي هو طريق بسيط جدا، يعني ممكن سواء في نوعيه الدعم للعيبه او للفرقه، سواء بالمعامله، سواء بالجرعات التدريبيه، سواء بالاختيارات المناسبه للفريق محتاجه ايه هي فعلا فعليا. المهم لسبب او ما تولدنا مقاليد الامور مؤخرا مع قدوم المجلس الجديد في شهر 11 بدايه شغلنا. حاولنا كلنا جاهدا بالتعاون مع مجلس الاداره ومن خلالي ان احنا نصلح المسار بتاع الفريق، لان كان في قناعه ان حتى الخامات اللي موجوده لا هي خامات تصلح، القماشه كويسه، الموضوع كله كان محتاج بس تعامل بحساسيه وبدقه ومعرفه ايه الامور اللي تستدعي اصلاحات مباشره. وقد كان بدانا الحمد لله على سكه الاصلاح من شهر 11. الناس طبعا كانت عارفه وشايفه احنا كنا قد ايه الفريق كان بعيد عن المنافسه، حتى ما كانش بيذكر اسم الزمالك في المنافسه على الثلاث مراكز الاولى السنه دي، في بدايه السنه دي طبعا نتيجه الدوري المرتبط ما كانتش افضل حاجه. الحقيقه يعني جه جهاز فني جديد بقياده كابتن وائل بدر، في حصل في موسم اللي جه بجهازه طبعا، واللي هو ساعد كتير كتير في اظهار جوانب القوه في الفريق اللي ما كانتش بتستخدم بنفس العناصر، لان احنا جينا على سكواد موجود اوريدي، قايمه كانت قفلت، هو نفس اللعيبه نفس العناصر، اشتغلنا على نفس العناصر الحقيقه، طلعنا نقاط القوه نقاط الضعف طبعا عالجناها الى حد كبير، طبعا لسه في حاجات محتاجه معالجه، بس طول ما احنا ماشيين بنشتغل. موسم الانتقالات حاولنا ان احنا ندخل لعيبه ونخرج لعيبه،
خرجنا الحقيقه كان في لعيب ما كانش مفيد جدا للفرقه فنيا او سلوكيا، استبعدناه من القائمه في شهر يناير، حاولنا ندخل لعيب تاني. اللي هو مشينا مين؟ شهر اللي هو مين يا كابتن؟ اللي هو ادم اليدا، كان في لعيب اسمه ادم اليدا ما كانش مفيد فنيا. طبعا في ناس كتير جدا من الجماهير الزمالك شايفه ان خطوه خروجه او مش مناسبه فنيا، دي حاجه احنا اقرب ناس او احنا في المطبخ واحنا نقدر نحكم فنيا هو الفريق محتاجه ولا لا، بس الحقيقه هو ما كانش الفريق محتاجه فنيا خالص، بلس سلوكيا ما كانش فيه انضباط، ودي تعتبر اهم حاجه عندنا دلوقتي مع الجانب الفني، الجانب السلوكي والانضباطي. لازم يبقى فيه انضباط، لازم يبقى فيه التزام، دي لازم تتماشى بالتوازي مع الجانب الفني، يا اما كده يا اما مالكش مكان في الوقت ده في الزمالك ايا كان اللعيب ده او اي لعيب تاني غيره. الجانب السلوكي الانضباطي هو دي دلوقتي رسالتنا او الاستراتيجي اللي احنا ماشيين بيها، لان عمرك ما هتوصل للهدف بتاعك غير بالانضباط. وقررنا وخدنا التحدي وقبلناه، والحمد لله الدنيا بتتغير ماتش عن التاني، دور عن التاني. اتاخرنا كتير في ملف المحترف، وده مصر كلها كانت شايفاه ان احنا اتاخرنا جدا، لدرجه ان احنا قررنا ان احنا نتخطى الدور الاولاني كله بدون محترف. الفرقه استعادت ثقتها بنفسها، المصريين بس، الولاد الصغيرين متوسط الاعمار صغير. الحمد لله كان ادائنا في الدور الاولاني بدون محترف، الناس كلها شافت التغير في الاداء كان عامل ازاي بدون محترف، وباكد ودينا نفس